خلينا نروح لكرة الطائرة رجال وسيدات. والحقيقة زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده، الكرة الطائرة سواء رجال وسيدات بيحلقوا في مكان آخر من الكوكب، ما شاء الله عليهم تاتش وود، ربنا يحميهم. إنجازات كبيرة جدا محلية وأفريقية وعالمية، يمكن طائرة النادي الأهلي لا غبار عليها، ولا أحد يستطيع أن ينافس النادي الأهلي في أرقامه في الطائرة سواء رجال وسيدات. الحقيقة إحنا كنا طبعا رجال الطائرة كنا كلمنا مع كابتن محمد مصالح ميدو، وكلمنا مع اللاعبين، طلبنا ان يكونوا معنا في الاستوديو، رفضوا طبعا باسلوب المهذب المعروف عن كره الطائره واسر كره الطائره جميعا. قالوا لنا يا جماعه والله احنا مش فاضيين، احنا مركزين في البطوله. كل الاحترام والتقدير، ومن هنا من برنامج الابطال بوجه كل التقدير والاحترام لكابتن محمد مصالح ميدو ورجاله، على احترام جماهير النادي الاهلي واحترام شغلهم واحترام طموحات جماهير النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره حاسم بطوله الدوري العام باداء اللاعبين، ولكن اللاعبين مركزين. كابتن محمد مصالح قافل على فرقته، رفض ان اي تصريحات او اي حاجه غير المضمون اللي هو عايزه، ان شاء الله يتوج ببطوله الدوري والكاس. طيب خلينا نروح لتقرير مع كابتن محمد مصالح ميدو، نشوف قال ايه وارجع لحضراتكم تاني. الدوري طبعا او الدنيا كلها كانت واقفه لمده 3 شهور ونص، ودي كانت اول مره تحصل في التاريخ. يعني كانت صعبه جدا على اللعيبه، كان يهمني جدا ان انا اتابع الفتره دي الاوزان اللعيبه، ما اكذبش عليك كانت الحمد لله كنترول عليها. اول ما رجعنا على الاهلي مدينه نصر اتمرنا لمده اسبوعين، كانوا مهمين جدا ان احنا الناحيه البدنيه استغلينا الامكانيات اللي معانا هناك. رجعنا هنا عملت يومين بالليل تمرين بالليل، كثفت الناحيه البدنيه، دخلنا تقريبا تقدر تقول كده معسكر مفتوح من امبارح لمده اسبوعين. فتره مرهقه جدا بالنسبه للعيبه عشان اقومهم بدنيا تاني. اللعيبه بصراحه عامله مجهود عظيم جدا، وعايز اقول لك ان هم يشكروا على المجهود اللي بيعملوه، لان طبعا 3 شهور ونص كتير جدا عليهم، لكن الحمد لله هم قد المسؤوليه. وان شاء الله هنبدا الدوري يوم 21، احنا عندنا ماتشين مؤجلين بعد البطوله العربيه اللي لعبناها وكسبناها، عندنا ماتشين مؤجلين اللي هو الطيران وبتروجيت، دول هنلعبهم قبل ما الدوري يبتدي. الدوري هيبتدي يوم 28/8، احنا هنلعب يوم 21 مع الطيران، ويوم 24 مع بتروجيت، وغير كده في ماتش كاس 26، والدوري هيبتدي اصلا يوم 28 مع سموحه. فانا عندي 4 ماتشات في اسبوع واحد، طبعا لود كبير جدا على اللعيبه، ان شاء الله نقدر نوزع الحمل عليهم، وباذن الله يعني إذا كسبنا الماتشين المؤجلين هنعتلي قمة الدوري، وإن شاء الله نقدر نسعى جمهور النادي الأهلي. إن شاء الله عامل حسابي على ماتشين أو 3 وديين كده إن شاء الله، بحيث طبعا إحنا نكون لعبناهم في الدوري، نكون خلصنا ماتشاتنا يعني معاهم، بس إن شاء الله أنا عامل حسابي على 2 أو 3 ماتشات ودية. أي مدرب لازم يبص لمستقبل النادي الأهلي، أنا الحمد لله فرقتنا بتضم لعيبة من الخبرة ولعيبة من الشباب ولعيبة من الصغيرين. يعني أنا عندي الحمد لله لعيبة من مخضرمة زي أحمد وعبد الله وعبد اللطيف ورؤوف، وعندي لعيبه يعتبروا برضو زي حسام وقطب وعبد العال، ده الجيل الثاني، الجيل الثالث سعيد وعادل ورمضان، وانا مش عايز اعدلك وابو السعود، في الجيل اللي طالع بقى اللي هو الحسيني ومرجان والصقف، الحمد لله في 4 اجيال. مش عايز جمهور النادي الاهلي لا، ان شاء الله في حسباني كويس جدا مستقبل النادي الاهلي. غير كده ان شاء الله اللعيبه المخضرمه لا غنى عنها في الوقت الحاضر.